الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ونوالاه. وبعد، السائل يقول: هل جميع الصوفية على باطل؟ الإجابة نعم، جميع الطرق الصوفية على باطل، وأي إنسان انتمى للمنهج الصوفي يعلم أنه على باطل، لأن هذه الطرق أصلا مبنية على مخالفة الكتاب والسنة. يعني ما في طريقة من الطرق الصوفية أصلا بنيت على الكتاب والسنة، أصلا كلها مبنية على أحلام وأوهام بتاع الشيوخ، وهم بتاع شيخ أدى الناس بدع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أمرنا معناه الكتاب والسنة، أي عمل ما مبني على الكتاب والسنة قال فهو رد، رد يعني مردود على صاحبه. فيبقى أي إنسان بينتمي لمنهج صوفي نحن بنسأله سؤال واحد، نقول له: هل المنهج الصوفي جابه النبي عليه الصلاة والسلام ولا ده منهج ما جابه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لو قال جابه الرسول عليه الصلاة والسلام نقول له جيب الدليل، ما هي المسألة مبنية على دليل، ما مزاج. يعني أنت تقول لي ده جابه الرسول، أها وين دليلك؟ النوبة رواه منه؟ نوبة بدقوها جماعة ديل كشلو كشلو سرتي حرتي فجل وبامبي، دي رواه البخاري؟ ما رواه البخاري. رواه مسلم؟ لا. أحمد في المسند؟ لا. طيب جبتها من وين؟ يقول لك جاب الشيخ. طيب مردودة عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبالتالي بنفس النظام ده كل المذهب الصوفي من أوله لآخره، عقائد عبادات أذكار، كله ما عنده أي علاقة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ابقى ده باطل. فهمت؟ ابقى ده باطل. السائل بيقول: جزاكم الله خير على هذه الدعوة من أعظم العبادات، لكن لو كان بدون سب وسخرية واستهزاء كان أفضل. أنا ما قاعد نسب في زول هنا يا ناس، الناس المعلومة دي ما دارت تقع عليها. نحن ما دعوتنا دي هنا، دعوتنا دي هنا ما نبذ ولا سب لزول، نحن بنبين لك الباطل. ده أنت بتسميه سب بطريقتك، ما بطريقتك أنت. نحن بنبين لك الباطل، بنقول لك شيخ الطريقة الفلانية قال كده، والكلام ده مخالف للكتاب والسنة، ده كلام باطل. مش قالوا شيخك البرعي قال لك: قم يا خي ناديهم لي أهل الله البزيل البي. نحن بنقول لك ده باطل. قالوا البرعي ولا قلت أنا؟ باطل ده. فهمت كلامي؟ قال لك: هيا بتايا وحامد بعصايا زيلوا الحصايا وامراد كلايا. قال تنادي حامد بعصايا، الكلام ده حق ولا باطل؟ ده باطل يا ناس، ده منكر. ربنا قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ربنا في القران قال لك: ادعو ادعو ربك، ربك الخلقك. انت تيجي تدعو حامد بعصايا، واحد بينادي احمد تجاني، تجانيه قاعدين راقدين، سوق ده مليان تجانيه بهني قاعدين. فهمت؟ ده بنادي احمد تجاني مكاشفيه وناس ود بدر، ده اللي جاي بينادوا ود بدر. وربنا سبحانه وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني. انت بتدعو الله بتين يعني؟ كان ده مرق من ود بدر مشى على التجاني، مرق من التجاني مشى على الخليفه الكباشي. اها انت بتدعو الله بتين؟ نحن بنقول لك ده باطل، والكلام ده شركي بالله عز وجل. بعد ده انت بتسميه نبذ بطريقتك؟ قال سخريه والسب للمشايخ. نحن ما قاعدين نسيب زول، لانه يوم هنا ما جينا نبذنا زول ولا ابو زول ولا قبيله زول من الناس ابدا. لكن لما نقول لك ده باطل بتقول سبيتونا، سبيناك بطريقتك. امشي افتح بلاغ، شرطه ما في، افتح بلاغ وجيبنا قدام مولانا اقول ده سبانا، بعد قاعد نتفاهم معك، ده كله كلام فارغ. طيب قال في الجريده هنا، جريده التيار: الشيخ قال صلاح الدين الخنجر. ده اللي قال الشيخ بتاعه بجيب المطره، بيشتروه المطره بالقروش، تشتري مطره قال حسب الطلب.
دايره رشه تدفع بسيط، دايره مطر تغرق الحواشه وكده تزيد حبه، دايره شعفوفه بالكتاحه بتاعتها تزيد حبه، كويس؟ المطر قال بالقروش ده، جا قال هنا قال نود مناقشه مساله التمكين للجماعات الوهابيه وهم يتوافدون لبلادنا. التمكين المكلم منو؟ منو المكلم؟ وربنا في القرآن تلاسة ما عرف التمكين كيف؟ ربنا في القرآن قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. التمكين في الآية دينا. انت يا صوفي لو ده تتمكن انت ودائرنا نحن ما نتمكن، امسك في الآية دي بس. ربنا قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يا صوفي لو ده تتمكن من البلد دي بل من العالم كله ده تتمكن، ربنا وراك التمكين بيكون كيف. تعبد ربك ما تشرك به، تخلي يا وتحسونة الحقنة دي تخليها، ويا البدرب تخليها، فهمت؟ ويا الحفيان ويا الشيخ بصليعه تخلي ده كله، وتنادي ربك سبحانه وتعالى، تنادي الله الخلقك. التمكين بيجي كده، لكن قال الجماعات الوهابيه دار ناخذوا التمكين ونحن المكلين من ذاته. ويا بالله المسكين ده، نحن كان لقينا تمكين كان الله مكننا، كان عندنا معك نظام ثاني يا صوفي انت ما عارف الحاصل. لكن ما دام انت بتصرح في الجريده معناه نحن ما تمكنا لسه. انت بس عارف المعلومه دي. ما دام انت يا صوفي لسه شغال بتصرح في الجرايد وتستضيفك التيار معناه نحن ما تمكنا. نحن لو تمكنا انت ما بتصرح في بيتكم، خليه تصرح في التيار. والله في بيتكم ما تصرح ثاني. لكن ما دام ما يدلك على التناقض بتاع الصوفي ودائر البلد دي قايله حقته. الراجل ده بيتكلم بطريقه عنتريه. كأنه نحن جايين مشردين، جينا البلد دي مشردين. يا ده أنا عندي رقم وطني، يا هودا بطلع لك جسي عندي جنسية ورقم وطني، أنا سوداني يا مسلم أنت، ولا هودا مسلم ولا ما مسلم عليم ربه. ده ها نحن مواطنين معاك هنا، شنو جا وافدين من البلاد؟ وافدنا من وين؟ أنا عدو أمي قاعدة وأبوي، فهمت؟ وأخواننا قال كلهم بأرقام وطنية قاعدين سودانيين نحن. قال الوافدين الى البلاد ده طلعنا نحن جايين البلد دي كانه حقته. نحن معاك هنا ده، فهمت؟ وهابيه جناح السوداني هنا معاك قاعدين في البلد دي هنا. في النهايه موضوعنا معاك لا وافدين لا جو من برا لا طلعوا من جوا الواطه. موضوعنا معاك ايه وحديث بس، ده كل موضوعنا معاك احنا. ايه وحديث. عندك صوفي بينفع وبضر؟ تعال اقنعنا بالقران، ادينا من القران ده جوا. القران ده 114 سوره، انت ما لقيت الا صرح في التيار 114 سوره، ما لقيت لك ايه تنصر بها دينك انت الصوفي ده؟ طب ما لقيت؟ افتح المصحف ده دينا، نحن عندنا ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد، هو الواحد الفرد المتصرف في الكون كله، ربنا قال قل من يرزقكم من السماء والارض. أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ده اللي بيدبر الأمور كلها ربك تبارك وتعالى. ما في شيخ عنده حاجة، شيخ اللي بيجيب لك المطر ده ذاته يا خنجر، أنا بتكلم مع الخنجر، اللي بيجيب المطر وبتشتريها منه أمشي قول له مطر ما داري إنه طرد الوهابية بس، قول له السنة دي نحن ما دارين مطر، بس اعمل استنفار لكل شيوخ الصوفيه من حلفه لحدود الجنوبيه وبغادي من بورسودان لحد الجنينه، استنفار لاي دلقان صوفي. قول لهم السنه دي لا دارين مطر، لا دارين بصل، لا دارين اي حاجه، اكلكم يا صوفيه اطردوا لنا الوهابيه دل من البلد دي. ونحن قاعدين ان شاء الله في البلد دي قاعدين. كله كلام فارغ، ساعه تصرح في التيار التيار يصرح فيك، احنا ما عندنا معك شغله. طيب السؤال قال هل الزمخشري من اهل السنه والجماعه؟ لا، الزمخشري ده معتزلي. المعتزله ديل
نوع من أنواع الفلاسفة مستهبلين. الدين عندهم كله تنظير، زي جماعة الترابي والشلة بتاعته. يجي يقول لك الحديث ده ما صحيح. ليه ما صحيح؟ يقول لك والله أنا وزنته بعقلي كده، ما جمعي بعقلي كده. ده ما بيجي يا أخي. يقول لك ما ممكن النبي يكون قال كده. ده زي النوع اللي لما في الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال المرأة ناقصة، النساء ناقصات عقل ودين، قال ما ممكن يا أخي يكون قال لين كده. بهزر مع إنسان يا ده النبي بهزر؟ أنت موهوم ولا شنو؟ قال معقول يوم العيد يا أخي يقول لين أنت ناقصة الدين وعقل؟ قال بهزر معي. ده الفكر المعتزل ذاته، فكر فهمت قائم أصلا على إنه يوزن الدين بالعقل. وإمتى الصحيح إنه بتوزن العقل بالدين، مش بتوزن الدين بالعقل؟ لا، الدين ما بيختلف مع العقل السليم، لكن هم عقولهم خربانة. طيب قال شرح الآية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. معنى الكلام، معنى الآية، إنه ربنا سبحانه وتعالى ما بعذب عبد يوم القيامة ما بلغته الرسالة، إلا تبلغ الرسالة محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فيبقى الشك، ربنا ما بعذب إنسان بدون ذنب. ما دام بلغتك رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، بلغك التوحيد وبلغتك السنة، بعد ذاك كفرت بها، بقيت كافر راس عديل يهودي نصراني، ولا بقيت عامل فيها مسلم لكن انت في الحقيقة كافر، عامل فيها مسلم، واحد تلقاه بصلي وصايم رمضان، اليومين الجادمة رمضان بيجي تلقاه شايل له سواك طويل خاش الجامع ومارب، ولا ابري صفيتوه وشنو كده صايم الولد، اول ما يقوم على حاله بيقول لك يا احمد تجاني تلحقنا. ده عامل فيها مسلم لكن ما مسلم. بكلمك النصيحة، ده ما مسلم. ليه؟ لأن الإسلام هو استسلام لله بالتوحيد. أول حاجة، ما عندك توحيد ما ممكن تبدأ لي من نمرة ثلاثة. الصيام، الصيام ده في أركان الإسلام نمرة أو نمرة أربعة أو نمرة خمسة. أنت التوحيد بعدين الصلاة. توحيد ما عندك، لا صلاة مقبولة ولا صيام مقبول. إذا توحيد عندك وصلاة ما عندك، لا توحيد بينفعك فهمت ولا صيام بينفعك. عشان كده اي انسان اخلى بالتوحيد ولا ما صلى ده ما مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، فمن تركها فقد كفر. عشان كده زول الصايم، الصايم وما بصلي ده زي الصايم وما عنده توحيد، وكت ما عندهم دي. ما موحد انت بتمشي جهنم، مشرك. ما بتصلي بتمشي جهنم. عموما الآية: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي اللي ما بلغته رسالة محمد عليه الصلاة والسلام ما بيعذب يوم القيامة، لأنه ربنا سبحانه وتعالى الإنسان ده ما بلغته حجة. ربنا ما بعذب إنسان بدون ذنب، ده الفهم. طيب هل التلفاز حرام؟ التلفزيون ما كله حرام، يعني احنا ما بنبقى كمان زي الدراويش بتاعنا الصافية ديلك. ديل قبل فترة جابوا لهم فترة من وين انا ما عارفها، قالوا بس التلفزيون حرام، كله كده كله حرام. رفعوا التلفزيون قال ده يرجموه، جدعوه من الميزنة فوق، فنوا التلفزيون ورجموه بالحجار. ده ما عدم فهم في النهاية. انت التلفاز ما كله حرام، فيه اذا وجدت برنامج صحيح، قناة طيبة بتعلمك الدين، قرآن فهمت، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت بتسمع بها، ما في مشكلة. لكن بعد ذاك ما معناه أنك أنت تسمع أي حاجة في التلفزيون، وخاصة البرامج الدينية. ما تمشي زي تفتح قناة الرسالة ولا قناة فهمت طيبة، ودي بالذات اعمل حسابك منها، لأنه ديل بيجوك بيدقون وكده وعاملين فيها سلفيين، ديل بيدقوا فيك مقلب بمقلبوك. انت بتكون بتحضر عامل فيها خلاص، الواد ما بيحضر زي افلام و
ما بيحضر القنوات بتاع الفاضحه وكده، يقول لك احنا مولانات خاصه في رمضان ده، عليك الله جيب لنا بندقون ديل. الدقن ده مرات بيكون اكعب من زي افلام ذاتها. شوف اعمل حسابك، لانه لو لقيت اخو مسلم بيدعوك للفكر الاخواني ولا تكفيري يعلمك التكفير، ده احسن لك تمشي تحضر زي افلام ولا روتانا ولا ياسين مشني ديك قله ادب. ديل في النهايه في الشرع اقل درجه من البدعه، اللي بيعلمك لا التكفيري ولا الاخ المسلم. ده غير القنوات الشركيه. زول صايم يا اخواننا، في انسان صايم بيحضر ساهور؟ ده صايم على شنو ده؟ ساهور ده اللي بيجيبوا لك مدايح شركيه. انت بتمرقك من الاسلام، بتمرقك من الدين ذاته، وبعدين رقيص رقيص بتاع نسوان ده في الذكر. تخيل معاي ده ذكر لله مش حفله، ذكر. والله امس واحد وراني مشهد واحد بيرقص صوفي في ساهور، بيرقص في متحه الرقصه اول حاجه بتاعت نسوان، يعني الرقيص ذاته ما رقيص رجال، رقيص بتاع حريم. زول بيرقص بنصه، شفت لك راجل بيرقص بنصه؟ انت من الله خلقك في الحفلات وقله الادب دي بتاعت نساء ذاتها وفجور وخنا. ده في القناه بيرقص وبيمدح له في مدحه وبتاع الاورجن جنبه. يا اخواننا ممكن يكون ده دين؟ اسالك بالله من غير ما تطلع على ايه ولا حديث، ممكن يكون ده دين؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم اختلف مع كفار قريش، قال لهم تعالوا نرقص في حب النبي، ها؟ وهم قالوا لا الرقيص ده حرام، نحن ما بنرقص معاك، والسيوف مرقت. معقول يكون اختلفوا في ده؟ عشان تعرف انه ده في النهايه لف ودوران ولعب على الدين، كله لعب على الدين. فقنوات زي دي ما تحضرها، دي قنوات فازه وافسده. شفت ساهور والكوثر ديك اذاعه برضه بتاع الصوفيه، دي كلها تعلمك الشرك بالله، ما تحضرها. طيب قال هل ورد حديث ينص على عدم شرب الماء بعد الاكل؟ ما في، انا ما لقاني حديث زي ده. يعني انت لو اكلت ما تشرب مويه بعديه؟ انا ما قابلني حديث زي ده. لكن العلماء تكلموا في الطب النبوي وحتى في الطب الشرعي انه شرب الماء مباشره بعد الاكل بيسبب اضرار. يعني انت لما تاكل اصبر شويه بعدين اشرب مويه، وخاصه الشاي. الشاي ده بخرب اكثر من المويه ذاتك. انت اكلت امشي وخذ لك لفه، بعدين اشرب مويه، بعد ذاك اشرب شاي، قهوه، الحاجات الثانيه ديك ما تشربها، في حاجات ثانيه ديك ما تشربها، فهمت؟ لكن عموما دي اشياء تفقه من العلماء في الطب النبوي وفي الطب التجريبي. نقول لك ما تشرب طوالي، لكن كان عطشان اشرب، في النهايه ما ده بطريقتك، ما في حاجه بتحرم عليك، اشرب شاي. ده ما قدرت اقراه. قال السلام عليكم، من انتم وما اهدافكم؟ من انتم؟ ده الغزافي ولا شنو كتب السؤال ده؟ من انتم منو؟ ونحن بننضم كله هنا مره، كل مره بننضم في المحل ده، انت ما عارف نحن منو لسه؟ انا اسمي ابو بكر، والقبالي محي الدين، والقبالي اسمه ادم، وفي كتار قاعدين هنا، من انتم؟ منو يعني؟ عنكم منو يعني؟ احنا بني اسرائيل؟ احنا قاعدين مع جراد السودانيين. ما اهدافكم؟ اهدافنا انت تعبد الله براو، ده هدفنا احنا، وتتبع نبيك محمد عليه الصلاه والسلام. هدفنا الوحيد انه نعلمك تعبد ربك براو وتخلي الصوفيه، لان انت لو باريت الصوفيه ما بتعبد الله براو، حتعبد الشيخ، صدقني صدقني، لو باريت الصوفيه حتعبد لك شيخ في النهايه. الشيخ طلع ومرق وبيعلم الغيب وبجيب الرايحة، في النهاية داري يوصلك عشان انت وقت تقوم على حيلك تقول كب يا الكباشي، ده داري يوصلك ليها. وكان قلت دي الجنة حرام، قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لو عرفت دي تتبع نبيك صلى الله عليه وسلم في كل عبادة من العبادات، ذكر على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبس على طريقة رسول الله، صلاة على طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو عرفت الاثنين ديل كده عرفتنا نحن منو وهدفنا شنو، تمام؟ لو عرفت دي نلتقي إن شاء الله في مرة قادمة. السلام عليكم.